معكم حمزة البلاج المواليد سنة 1995 بالدار البيضاء. احنا كشباب جاتنا الفكرة هذه ديال هذا الممر ديال التعقيم ديال السيارات والشاحنات في هذه الظروف اللي فيها الوباء اللي عندنا في هذه البلاد ديالنا، واستطعنا باش نصنعوا هذا البروجي هذا اللي هو عبارة عن ممر تعقيم للشاحنات والسيارات. وبالنسبة لهذا الممر هذا احنا خدمناه كشباب يعني كخدمة للوطن في هذه الظرفية هذه اللي الوطن ديالنا محتاجنا ومحتاج المساندة ديالنا حنايا، واستطعنا باش نخدموا هذا البروجي هذا، وكنتمناو من الله يرفع علينا هذا البلاء في القريب العاجل ان شاء الله. وهانتوما كما لاحظتوا الشاحنه كلها تعقمات من الجوانب ديالها، من الامام من الخلف من السقف ديالها. الفكره جات الزميل ديالي والاخ ديالي، هو اللي كانت عنده الفكره في البال ديالو وجا عندي، وحنا كنا مريحين في هذا الوقت هذه اللي كانت هذا الحجر الصحي كان كل شيء حابس، وجا عندي الزميل ديالي والاخ وقال لي ودي هذه الفكره هاكين وهاكين باش نتعاونوا ونخدموا فيها، والحمد لله ضافرت الجهود وتعاوننا وجاب الله التيسير واستطعنا باش نصنعوا هذا البروجي هذا اللي نعاونوا به البلاد في هذا الوقت وفي هذه المحنه هذه. هانتوما كما كتشوفوا هي السياره كدوز. بالنسبه للسياره هما كيخدموا غير هاد لابارتي التحتانيه على قد السياره اوتوماتيك، كتعقم السياره من الجوانب ديالها من العجلات من الخلف من الامام من السقف ديالها. بالنسبه لهذا النظام هذا هو نظام كما كنقولوا حديث، بالنسبه للسيارات كي عنده واحد الخدمه ديالو، ملي كتدخل السياره كتعقم بوحدها ولا دخل الكاميو كيتعقم الكاميو، يعني كاين سيستيم ديال السيارات وسيستيم ديال الشاحنات. الشاحنات عندهم سيستيم ديالهم كيخدم جميع لي بيز كلهم كيرشوا هذاك البرودوي، وملي كيكون الا كانت السياره صغيره فما كيخدمش كلشي، كيخدم القياس ديال السياره، يعني فيه جوج خدمات خدمه واحده. وبالنسبه للشغال ديالو كيخدم اوتوماتيكمون، كتقدر تحط ليه نتايا لارموار ديالو وتحط ليه كما كنقولوا المسائل ديالو صافي، وكيخدم اوتوماتيك ديريكت بلا ما يكون شي واحد اللي غادي يخدمه ولا يديماري ليه ولا هذا، السيستم اوتوماتيك يخدم لا بالنسبه للشاحنات لا بالنسبه للسيارات. بالنسبه لهذا الجهاز هذا ما كيكلفش بزاف لا بالنسبه للوزينات لا بالنسبه للشركات لا بالنسبه لو سوبر مارشي، بزاف الاماكن بالنسبه للسبيطارات بالنسبه للبلايص اللي كيدخلوا ليهم السيارات كيدخلوا ليهم الشاحنات بالنسبه للمعامل، يعني حنا خدمناه ويعني ما فيهش ما حسبناش بشي حاجه اللي غتكون عاليه مرتفعه، حيت حنا في هذا الوقت هذه ما خاصناش نفكروا بالربح ولا نفكروا يعني شي حاجه شي ثمن رمزي اللي درنا ليه اللي باش يكون استطاعه كاع الناس اللي عنده معمل واللي عنده هذا يقدر يحطو قدام الباب ديال المعمل باش نحدو شيئا ما من انتشار ديال هاد الوباء. بالنسبه لهذا البروجي هو موجه خاصه للناس ديال السلطات اللي كيتحركوا بزاف واللي قايمه بالواجب ديالها على ما يرام، وكنشوفوهم كيسهروا ليل نهار وعندهم واحد كيبذلوا واحد الجهد في هذا الوقت هذا، والسيارات ديالهم كيخرجوا بزاف. وبالنسبه لهذا البروجي موجه لهم، موجه للسبيطارات بزاف المستشفيات الكبار يقدروا يحطوه قدام الباب ديالهم، بالنسبه للدخلات ديال المدن يكون فيهم مزيان هذا البروجي هذا يتحط فيهم هذا الممر هذا، اي طوموبيل ولا اي شاحنه ولا اي هذا تعقم فيه ودخل. وكذلك نقدروا نستعملوه في المارشيات الكبار اللي كيدخلوا لهم الشاحنات ديال السلع والشاحنات ديال الخضار والفواكه، وبالنسبه للدخلات ديال المدن كما قلت لك. كلمة أخيرة كنبغي نشكر الناس اللي وقفوا معنا والزميل ديالي خاصة، وكنبغي نشكركم حتى نتوما من هذا المنبر اللي جيتوا فتحتوا لنا الباب ديالكم وشاركتوا معنا هذا البروجي هذا وهذا الاختراع هذا، وكنطلبوا من الله عز وجل يرفع علينا هذا البلاء في القريب العاجل إن شاء الله.